في بعض النصائح المهمة جدا ان انت لازم تعملها عشان تدخل موسم الانتاج والطيور عندك تفرخ والطيور عندك تبيض. اول حاجة عندي لازم انني اقضي على الخوف الزائد عن الحد. يعني لو انا عندي الطيور اللي عندي دهيت ايا كان نوعها ايا كان نوعها، لو الطيور دي بتخاف جدا اول ما بدخل عليهم لازم انني اهدأ من روع الطيور. يعني ممكن انني احاول انني امسك الطائر بلطف، ان انا ادربه على ان هو يعني يشعر ان ايديا مصدر من مصادر الامان. لان يا جماعة الطيور في الطبيعة لا يمكن لها ان تضع البيض في مكان مش مناسب، لا طبعا الطيور بتحاول الاول ان هي تختار موضع مناسب وموضع فيه امان، لان اذا كان فيه امان فهيبقى فيه بيض. فاذا كانت الطيور ده هي يعني شعرة من ناحيتك بالخوف والفزع، والخوف الزائد ده هو ممكن يكون عائق ومانع للطيور ان هي تبيض او ان يعني هيفوت عليك خير كتير جدا. فاول حاجة انت تعملها في فصل الصيف اللي هو فصل الراحة، لان احنا في فصل الصيف يا جماعة بنرفع البيضات، يعني فصل الصيف ما بيكونش فيه بيض، ما بيكونش فيه انتاج ولا تفريخ. فانا في فصل الصيف هعمل عملية يعني تهيئة للطائر، انني يعني احاول ان ادربه، انني احاول انني يعني امسكه بايديا، وان يعني انا عايز اكسر فقط حاجز الخوف. وطبعا في فيديوهات كتيره جدا اتكلمنا فيها عن كسر حاجز الخوف واهميته بالنسبه للطيور. دي اول حاجه لازم اعملها. يعني انا كل ما اطلع الطائر اكتر من القفص واسيبه بره القفص وامسك الطائر كده بلطف بكسر عنده حاجز الخوف. فلما يجي الموسم عليا اللي هيحصل ان انا لما باجي اقدم له الطعام والشراب في فترة الموسم الطائر طبعا هيشعر يعني هيشعر تجاهي بالامان، وهيبدأ يشعر ان المكان موضع للامان والوضع البيض. الحاجة التانية ان انا لازم اعملها في فصل الصيف انني اهيئ الطائر ده هو يعني اهيئه جسديا. يعني هيبقى معايا طائر جامد، طائر يعني خد فترة راحة، طائر يعني اديت له طبعا كافة العناصر، طبعا يعني فيتامينات، تنويع في الاكل، طبعا بعرض الطائر يعني لفترة بسيطة للشمس عشان يبقى عظم الطائر قوي، او انني بعوضه بفيتامين دال. يبقى يعني باختصار انني لازم اكون اسست الطائر، يعني انا معايا طائر متأسس صح، يعني داخل الموسم وهو يعني بصحة جيدة. لان لا يمكن طبعا وضع البيض وهو طبعا يعني هزيل او يعني في مشاكل، لو في مشاكل طبعا نقص كالسيوم في اي حاجة من المشاكل ديت هتلاقي ان الطائر يعني تفريخه قليل، او ان هو بيبيض بيض قليل، يعني هتلاقي بس البط بيضة واحدة او بط بيضتين اتنين بس. الحاجة التالتة يا جماعة اللي لازم اعملها عشان انني لما ادخل بهيئ الطيور لما ادخل الموسم هيبقى عندي انتاج يعني غزير، ومش هضيع وقت لان انا عايز انجز في الوقت، عايز اهيئ الطائر. فالحاجة المهمة ايضا انني افصل الذكر عن الانثى، يعني فصل الذكر عن الانثى. انا كنت يعني حاطط الذكر مع الانثى وهم حتى لو متولفين، حتى انا عايز انجز في الوقت عشان لما احط الطيور مثلا في شهر 9 هحط البيضات، يبقى الطيور هتبدا تنتج، بدل ما تنتج في السنه عش واحد لا تنتج اثنين او تنتج ثلاثه ايا كان نوع الطيور. انما طبعا لما اضيع وقت في موضوع يعني توليف الذكر على الانثى هيضيع وقت من معايا. فانا في فصل الصيف لازم يعني اكون هيئت الطيور بحيث ان اول ما يخش عليا الموسم هيكون الطيور مهيئه تماما لعمليه وضع البيض. ليه بقى؟ لان انا بحفز الحب، بحفز التشويق عندهم. يعني لما يكون الذكر نايم جنب الانثى على طول مفيش فيه اي اثاره، مفيش فيه اي تشويق. انما انا هاخد الذكر في فصل الصيف وهفصله عن الانثى، وبعد كده هاخد الانثى بعد كده لما يجي بقى الموسم الانتاج هاخد الانثى وادخلها على الذكر في القفص عنده. هنا هيحصل بقى يعني طبعا يعني مع الفراق، الفراق طبعا بيزود المحبه، هيحصل طبعا ان الذكر هيبدا على طول في مغازله الانثى وفي ان تلقيح الانثى، فهتبدا الانثى على طول في وضع البيض. فانا بعمل عمليه اثاره، بعمل عمليه تشويق. فطول فصل الصيف الذكر بعيد عن الانثى فهو مشتاق لها. فدي نقطه مهمه جدا، انا بقول لك على نصائح يعني مهمه جدا عشان يعني تستغل الوقت، لان طبعا في وقت كتير جدا بيضيع في مساله توليف الذكر على الانثى، في مساله ان الانثى مش شعره بالامان وخايفه ومش عارف، والخوف ده كله بيضيع منك وقت. لان على ما يعني ممكن الانثى مثلا او يمكن الزوج اللي عندك ده يفضل سنه او سنتين على ما ينكسر عنده حاجز الخوف ويبدا بعد كده يضع البيض. لو انت عملتهم فعلا يعني الموسم اللي جاي باذن الله يعني هتلاقي انتاج غزير جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا بالفيديو ده النهارده، وطبعا ما تنسوش الاشتراك والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.